على الواتساب من صديق أو صديقة ما بعرف الاسم، بس بيقول إنه كبرنا سوا من أفضل ما شاهدته على سات 7. أنا صديقنا صفوت صبحي. نشكرك كثير أخ صفوت على هذا التشجيع بداية الحلقة. أوكي، في عنا كمان صديقنا نور من سوريا كان طلب نصلي من أجل أخته، فبيبعث لنا اليوم بيقول بدي أشكركم لصلاتكم من أجل أختي. أكيد مش أنت نور. لا أكيد مش أنا. شكرا من قلبي، رب يبارك عملكم، الحمد لله صارت أمورها بألف خير. نشكر أصدقائنا اللي بس يطلبوا طلبة صلاة بيرجع بيطمنونا الرب كيف عم بيعمل بحياتهم. آخر مسج رح أقراها هلأ قبل ما انتقل لعند ريكو. صديقتنا إيمان هي بتقول هي صديقة للبرنامج، بتطلب صلاة من أجل أنه يسود الرب بسلامه الداخلي ويحفظ عائلة إيمان. أكيد يا إيمان رح تكوني بصلواتنا.